الالعاب اللي هي الرياضي بالنسبه للشباب حل. علاش حل؟ خاطر في الوقت هذايا كتشوف انا في السيسيون تاع البلاد، في الوضعية تاع البلاد، الشباب ما عادش عنده مدخول، دونك التجا لهذه الرهانات الرياضيه باش يدخل في شويه فلوس باش يصرف. معناها هاك تشوف معناها في السيسيون تاع البلاد ما تساعدش باش عبد معناها ما يميلش للرهانات الرياضيه. معناتها تشوف في القمار حل انت توا؟ والله حل الشباب الوقت الحالي حل، ما نشوفوش كان حل معناها، فهمتني؟ لعبت معناتها قمرت انت قبل؟ اي بيان سور، اي كيما اي شباب معناها يلعب ويربح ويخسر، فهمتني؟ قداش ربحت من مرة؟ والله باش نحسب لك قداش مرة بالضبط ما نعرفش قداش مرة، اما ربحت كيما نربح كيما نخسر. اكثر مبلغ ربحته قداش؟ زوز ملايين. شو عملت بيهم؟ مصروف كيما اي شباب مصروف. تتفكر الورقة اللي ربحت بها؟ اي نتفكر بالطبيعة، الصيف اللي فات ديجا في موا ماي ولا موا افريل. بلانيت ولا شنو؟ لا لا فرزة. قداش عمرت من ماتش؟ 10 ماتشويت، نتذكرها الورقة اللي قديه خاطر ربحتها. عندي 10 ماتشويت لعبتها. تفكرهم 10 ماتشويت ولا؟ والله في الاوروب 10 ماتشويت، برشلونة، الريال، اليوفي، السيتي، شكون آخر خلينا نتذكر، تشيلسي، أرسنال، هكا معناها كيبات معروفة. بازيتهم. وتوا اخر ورقه لعبتها وقتاش؟ اخر ورقه لعبتها الجمعه اللي فاتت، فيها لعبتها ب 10000 80 دينار. ربحت ولا خسرت؟ بيان ربحت. ربحت اي. تنصح الشباب معناتها اللي ما عندوش حل منين يستصرف ولا حاجه يعمر اوراق؟ هو ديجا الشباب التونسي 95% يلعب في الرهانات الرياضيه، مش انا باش ننصحه، ديجا 95% يلعب في الرهانات الرياضيه. ما تراش اللي هو حرام؟ والله حرام، باش نقولوا حرام، حرام ما فماش حل غير الرهانات الرياضيه. بالنسبه للشباب العاطل معناها انا الحمد لله يا ربي معناها نخدم، مي بالنسبه للشباب العاطل ما فماش حل اخر كان الرهانات الرياضيه الوقت الحالي. انت هيك تخدم وقت تقمر؟ اي كيما هاني قلت لك معناها عادي كيما اي شباب يقمر يربح يخسر عادي، هي ساعه هوايه وتضيع الوقت وربح وخساره كيما هاني قلت لك معناها رهانات رياضيه. شنو هي أكثر جمعية تربحك ديما ولا؟ والله أكثر جمعية تربحني ولا نحبها ساعة. ليه ليه أكثر جمعية تربحك ديما مزهرة معاك فيه؟ أكثر جمعية هي السيتي، مانشستر سيتي. سيتي؟ وفي تونس؟ في تونس النادي الإفريقي، حب وغرام وربح. هي ما متراش العميل الأخراني الإفريقي وضعيتها مش هي؟ بالطبيعة النادي الإفريقي وضعيتها صعيبة ياسر. ما نجموش ندخلوا تو في الديتاي تاع النادي الافريقي خاطر باش نقعد نحكي معاك من هنا لبعد غدوه. اما النادي الافريقي ديما في القلب. اما بالنسبه لسي عبد السلام اليونسي نقول له اخرج من النادي الافريقي خاطر هو تو المازق ماهوش حل. هو اللي خلينا نوصل للوضعيه هذيا. تشوف النادي الافريقي جمعيه كبيره وجمعيه عريقه 100 سنه توصل معنا الوضعيه هذيا، نتائج اداره كل شيء ماهوش حل، تغيظ تغيظ واحنا غايدتنا على الاخر معناها. معناتها في رايك انت عبد السلام اليونسي هو اللي متسبب توا في اللي صاير في الفريق؟ هو 100% متسبب في المشاكل هذيا، هو الهيئه نتاعو. حكيو على سليم الريحي، سليم الريحي ماهوش سبب معناه كامل في السيتياسيون تاع النادي الافريقي. عليه سليم الريحي عمل غلط، مي مش كيما عبد السلام اليونسي. عبد السلام اليونسي جبنا في جوارات ماهيش معروفه، يلعب ما لعبش، يتعدى على البارك يا اخي يقعد يسنى مليار، معناها هو السبب الكبير في السيتياسيون تاع النادي الافريقي توا. شنو تقول للنبارة اللي نبروا على الافريقي؟ الافريقي هي دولة والافريقي عمرها ما تتيح، والنادي الافريقي شعبها يحكي عليها واكبر جمعية في تونس عندي انا وديما النادي الافريقي في القلب. نقول لك بكل صراحة من جيت تشوفيها من الناحية الدينية راهي حرام، نقول لك بكل صراحة حرام. لكن مع الظروف المحيطة مع الأجواء اللي تشوفي فيها في البلدان العربية أغلبها يعني الظروف الصعبة، ظروف المعيشة، البطالة، اتجاه الناس اصبحت للرهان الرياضي اصبح الان واضح ومن حقهم ان يقولها لك. لكن المشكله من ناحيه زي ما قلت لك من ناحيه دينيه مشكله كبيره. ان شاء الله يعني ربي يبارك علينا الستر، وان شاء الله يعني نتمنى بالمناسبه هذه رساله للرهان الرياضي، الاخوه بالرهان الرياضي، ان يفكروا في حاجه اخرى تنجم تكون يعني فيها الخير والبركه للشباب في تونس، خاصه الجيل الصغير الخريجين هذوما كذا. نامل ان هم يعملوا لهم مثلا مؤسسه يعني جديده تلهى بهم تعطرهم مجانا مثلا. هذه نعتبرها خطوه لهم اذا كانوا يحبوا تونس بالفعل، اذا كانوا يحبوا تونس بالفعل يجب يعملوا الخطوه هذه. لعبت قمار انت قبل ولا؟ لعبت نكتب عليك لعبت.
لعبت لكن من باب اللي احنا نقولوا المزاح الحقيقه عن طريق زميل صديق قال لي جربت منها خلاص زي. وربحت ولا ما ربحت؟ تصدق ربحت؟ اي ربحت. اكتب عليك ربحت. قداش ربحت تفكر؟ ربحت 5 ملايين. 5 ملايين في واول مره تلعب؟ اول مره نلعب. ربحت 5 ملايين الحقيقه، اعطيت منهم 2 ملايين كان فيه حاله يعني صراحه خاصه جيراني في سوسه، سمعت بهم عملت لهم جست حلو، والبقيه فهمت عليا ولا لا عملت بهم معناها فوياج وخلاص هاو اللي صار.